عذراء، ليكي لازم نقعد ونحكي أنا وياكي. بدي أشرح لك سبب كل اللي صار لآخر مرة. يعني بدي تعرفي إنه يلي قلته حقيقة. بالله جد؟ كل شي قلته كان حقيقة؟ طيب معناها اللي ليش تركتني؟ انتي بتعرفي شو السبب؟ ما هيك رجع قلي اياه. غلطت، كان بدي اياكي تكوني بامان، مشان هيك بعدت عنك. بس بالاخر ليكي شو صار، بعتذر منك، ما كان قصدي يصير هيك. أنا كنت إيه بعرف إنك عملت كل هذا الشيء مشان، بس الظاهر إنك نسيت نحن شو وعدنا بعض. بعمرنا ما رح نقبل نكون لعبة بين إيدين سمرة لو شو ما صار. عملت فينا نفس اللعبة أكثر من مرة وأنت بتعرف هالشي. معقول نسيت إنه هي حاولت تورطني بخدعتها وكنت رح أخسرك ببساطة؟ ولما شرحت لك حقيقة اللي صار عصبت مني كتير، حتى وقتها اتهمتني بالخيانة. بس الشي اللي عملته أنت هلأ أكبر بكتير. بعملتك خربت بيتنا وحياتنا. تعرف إنه هالموضوع هو السبب الحقيقي لمرض الخالة فريدة؟ وهلأ أنت نفسك اللي بهداك اليوم ما سامحتني جاي عم تعتذر مني ومتوقع إنه أنا سامحة؟ لا تؤاخذني، بس برأيي ظلم كبير لعلاقتنا إنك تدافع عن حالك بحجة حبك لإلي وتطلب مني أنسى كل شي صار. جينك، ما فيني أنسى إنك سرقت مني سنة كاملة، سرقت حياتي وأحلامي كمان، وهلأ ما في أي عذر ممكن يغفر لك. ليكي ستي، والله العظيم ما طلبت من دام لتجي لهون، حتى ما حكيت معها ابدا. ليش عم تطلع فيي بهي النظره؟ والله عم اقول لك الحقيقه، حتى ما كنت بعرف انها ما سافرت. بس حجزت تذكره بالطياره لتلحقها، بعرف كل شيء. وبعرف كمان انكم فتوا على السجن سوا. هذا كان سوء تفاهم. الي ساعه عم اسمعك وناطرتك تحكي لي جمله مفيده، بس كل الحكي اللي قلته ما له اي معنى. واضح انكم تصرفتوا بولدني وهذا الشيء ممكن ينفهم، بس بالوقت اللي كان لازم تتراجعوا عن اخطائكم قررتوا تكملوا بالطريق الغلط. لما شغله تصير اول مره فينا نسميها حادث، بس لما بتصير ثاني مره بيصير اسمها غلط. انت عندك عيله، لك معقول تفكر تروح على بلد ثاني هيك بدون ما تسال عيلتك وتاخذ اذنهم او تستشيرهم؟ يعني معقول ما فكرت انه عيلتك رح ينشغل بالها وتخاف عليك؟ ستي والله معك حق بكل اللي عم تقولي، بس ما في داعي تنزعجي وتكبري الامور لهي الدرجه. معناها قلي لشوف ليش البنت ما سافرت؟ ليش غيرت رايها؟ اكيد عقلها مشوش. انت واجبك تحترم عيلتك وتحترم عيلة داملة، مفهوم؟ ما بيصير تتصرف معنا بعدم مسؤوليه. ستي شو هذا الحكي اللي عم تقوليه؟ انا مستحيل اتهرب من مسؤولياتي. منيح، طالما هيك لكان. اذا حابين تشوفوا بعض وتضلوا رفقات على طول، أول شي بدك تعمله إنك تاخد موافقة السيد بارش، ومن هلأ ورايح أي غلط رح يصير بسببك رح تتحاسب عليه. لهيك تصرف على هذا الأساس. تفضلي، يعطيك العافية. Thank you.
شو صار معكم؟ الظاهر ما في أمل، لساتها معصبة مني واثنيناتنا منعرف إنه معها. يعني تمام أرسوي، بعرف منيح شو اللي بدك تقوله. بدك تقلي قلت لك من الأول تروح وتخبرها كل شي بصراحة وما تخلي سمرة تلعب هاي الورقة ضدك. معك حق، وأصلا ندمان على كل شي صار. لا ما كنت رح أقول هيك. إيه طبعا فكرت بهذا الشي، بس بالحقيقة ما كنت رح أقوله. كنت بدي أقول لك كيف بتقدر تتخلى عن حب حياتك بهي السهولة، كيف بتستسلم ببساطة. روح وحارب لآخر لحظة. روح أخي. امسكيها منيح. تمام عزراء، أنا أخذت هاي. انتبهي. وأنت خذي هذه. تمام رح أخذ هاي. عزراء تعالي. لوين؟ في شيء ضروري لازم تسمعي. ضروري؟ طول بالك شوي شباب. أرسوي؟ ما بعرف قال بدهم يحكوا. بالله تطلع عليهم قديش لابقين لبعض. ايه صح. ما هيك؟ اجيت. تعالي يلا امشي. داملة بارش، شو عم يصير بارش؟ ما في شيء. يلا داملة. تمام تعال نقعد كلنا مع بعض بالكافيه. مو وقته هلا، يلا. سمرة شو اللي صاير هون؟ ليش السيد بارش سحب داملة هيك؟ صدقيني والله ما بعرف. شو هذا اللي بإيدك؟ لا ولا شيء، بدي كبه هاد. أنا طالعة، بدي أمرق لعند سراب. تمام. المكان بأمانتك. شبك جينك واقف تركني لوين آخذني؟ لسه عنا شغل كتير هنيك. انسي الشغل هلأ، في شيء ضروري لازم نحكي. بكفي ما بدي أحكي شيء. أصلاً مو طالب منك تحكي شيء، بس اسمعي. حتى ماني حابة أسمع شو بدك تقول كمان. عزراء الانفصال عنك كان أحسن قرار أخذته. ارتحتي؟ ها؟ عم حاول أعرف حقيقة مشاعرك عزراء، وهذا الكف إثبات إله. إثبات لشو؟ قلي إثبات لشو؟ إنك بتحبيني. إيه صح أنا بحبك، بس هذا ما بيعني أبداً إني رح سامحك لو شو ما صار. تركتني مشان اتفاق سخيف عملته مع سمرة. عزراء لو تكرر نفس الموقف مرة تانية صدقيني كنت عملت نفس الشيء من أول وجديد. شو كان لازم أعمل يعني؟ أتركك بالسجن؟ عملت كل اللي طلع بإيدي مشان طالعك. أكيد ما بقدر أتركك هنيك. بدك تعاقبيني؟ عاقبيني رضيان بكل شيء بدك إياه، بس ما عاد رح بعيد عنك ولا لحظة واحدة. ما رح سامحك عزراء، صدقيني رح ضل عم بستناك العمر كله لحتى ترضي. لا تلحقني، بعيد عني، أنا ما بحبك. أنا ما رح روح لمكان. لا تلحقني، ما بقى بدي إياك، روح من هون.
لو سمحت عم دور على السيد غوركان، قالوا لي هون. آه شفته سيد غوركان. سيد غوركان ست سومرا، أنت منيحة؟ منيحة منيحة، بس الأمور فوق مانا منيحة. داملة ما راحت على لندن، رجعت على الأوتيل والسيد بارش معصب. داملة موجودة هون؟ ايه طلعوا لفوق هلأ. رح يتخانقوا على أغلب. السيد بارش كان معصب وجاني نجنانه. تمام رح شوف الوضع. حاولت هدي. تمام تمام. ما رحتي مشان هداك الأزعر ما هيك؟ لا بابا ما له أي علاقة. لكن ليش رحتي على بيتهم؟ آه؟ اهدى شوي وانت كمان. ليك بابا عم قلك رحت مشان شوف عزراء، والله العظيم ما كان عندي خبر انه قارد هنيك، ليش ما عم تصدقني؟ طيب فهميني ليش رحتي لعند عزراء؟ روق بارش اهدى شوي. ليكي بنتي اسمعيني كتير منيح شو رح اقلك. ما في لك طلع من هالغرفة قبل ما اعرف كل شيء. بدك تحكي لي الحقيقة، عم تفهمي علي داملة؟ بارش عود. هلا بدك تحكي لي كل اللي عملتيه وكل التخبيصات اللي سويتيها. يعني برأيك إني عم خبص بحياتي؟ ما بيعجبك أي شيء بعمله؟ معقول لهي الدرجة مواثق فيني؟ شو ما معي حق؟ ليلي لشوف، أنتي ليش هون؟ آه؟ مو لأنك عاملة شغلات بالسر من ورا ظهري؟ شو عم بكذب؟ مو صح. بالله؟ طيب هاتي لشوف ليش ما خبرتيني إنك رجعتي بكير من لندن السنة الماضية؟ آه؟ لأنه بعرف كتير منيح شو اللي عملتي وشو اللي عم تحاولي تخبيه. رجعتي للدوري على أمك، مشان هيك اجيتي على اسطنبول، وهذا السبب رجعتك من لندن بكير السنة الماضية. بدك تدوري على أمك. ايه صح رجعت مشان دور عليها. شو فيها هي؟ يعني معقول لأنك ما بتحب أمي المفروض أنا كمان ما أحبها ولا أسأل عنها ولا دور عليها؟ داملة ايه اجيت مشان دور على أمي. طيب لقيتيها؟ رح لاقيها أول عن آخر. أنا رح لاقي أمي وأنت رح تشوف هالشي. بسبب هذا الحكي رح تسافري على لندن بشكل نهائي، وأنا رح أجي معك كمان، وأنت ممنوع ترجعي لهون. معلش أسألك بابا، ما عم أفهم ليش بتخاف كتير إني لاقي أمي وأحكي معها؟ لتكون عامل شغلة سيئة كتير لدرجة مستعد تعمل أي شيء حتى ما تنكشف. داملة اسكتي بقى. ليش حتى اسكت؟ يعني لما ما يعجبكم الحكي بتسكتوني؟ بكفي، لا تخليني أغلط أكتر. شو بدك تعمل أكتر لتكون ناوي تضربني كمان؟ داملة اطلعي لبرا. داملة لوين رايحة؟ شو اللي صار؟ مخنوقة. بعرف، تعالي حبيبتي خلينا نقعد شوي. يلا تخيل إنه بنتي عم فكر كنت أضربها. من أيمتى أنا بضرب؟ بدك تروق شوي بارش، أنت كتير معصب هلأ، حتى أنا خفت يا زلمة. شفت بعينك الموقف اللي حطتني فيه ما هيك؟ أكيد عم تعمل هيك قصداً. إيه قصداً؟ عم تدافع عن حالة، حاول ما تضغط عليها أكتر من هيك. حاطة براسة فكرة تلاقي إما اتنيناتنا منعرف إن ما حتلاقيها. خلص إهدى. ما عم بقدر اهدى غوركان، ما عم بقدر. هداك اللي اسمه أردا اجى على بيتي بنص الليل مبارح، معناتها من الأول مخططين سوا. داملة ما راحت تشوف عزراء ولا شيء، راحت لأنه أردا كان هنيك. ما بعرف إذا إلا لا تسافري وأنا بلاقي لك أمك أو أي شيء من هالحكي. وطبعاً داملة مصدقته، كان قلبي حاسسني، كنت بعرف إنه البنت رح تعمل شيء من ورا ظهري. هذا الولد عم يستغل مشاعر بنتي ورغبتها إنها تلاقي أمها. طيب أخي خلص كرمال الله اهدى وروق شوي. خلص اهدى، حتى أنا توترت مثلك.
أصلاً لهي اللحظة لساتني معصب منه. مرحبا. ما كان ناقصنا غيرك. ما فهمت. جينك بدي أطلب منك شغلة. طبعاً اللي بدك إياه. بدي منك تحكي مع بارش وتحسن علاقتك معه. عذراء بس. ليك جينك شوف، واحد منكم أخي الكبير والتاني زوجي، يعني طول ما أنتوا هيك متزعلين وما عم تحكوا رح ضل ضايعة بيناتكم. بعدين ما عم أطلب هيك بس مشاني أنا، عم أطلبه مشان أردا ودامله كمان. طول ما أنتوا متوترين ما في شي رح ينحل. الله يخليك، بدي المشاكل اللي بيناتكم تخلص. طيب وبارش؟ يعني بالآخر هذا الموضوع ما بيخصني لوحدي. إذا أنت وافقت لا تأكل هم، بقدر أقنعه. شو رأيك أنت معي؟ أنت بأي عين جاي لهون؟ ها؟ وقف اهدى، خلص رجع. سيد بارش، جيت لهون مشان حاول وضح لك الوضع، مشان اشرح لك هذا الشيء اللي صار، لهيك اسمعني لو سمحت. يعني بعرف حضرتك مزعوج من دامنا. طلعوا من هون. طيب امشي هلا. لحظة، احكي له بعدين. لحظة شوي، اعطيني دقيقة خليني اشرح لك مشكلتي. إذا ما عم ترضى تسمعني كيف بدي اشرح لك؟ لا الوقت مانه مناسب أبدا، بعدين. بس أنتم ما عم تسمعوني، أعطوني فرصة. أنا ما بدي اسمعك، طلع لبرا، طلع. ليك ما رح أطلع على أي مكان قبل ما أشرح مشكلتي. تمام أنا بعرف، كان لازم أجي من قبل وأحكي معك، بس لأني خفت إنك ما تسمعني ما أجيت لهون. أنت عم تقول لدام لأنه بدك تلاقي لأمه؟ يعني حكينا شوي بخصوص الموضوع. شفت بعينك؟ طلع معي حق. يلا امشي، الزلمة جانا جنانه، خلص بتحكي له بعدين. تمام ماشي، بس كرمال الله عطوني فرصة خلوني اشرح لكم شو القصة بالضبط. أصلاً لو كنت بعرف كنت اجيت وحكيتك من قبل، بس والله ما كنت بعرف انك ابوها لدام لو وقال لك كنت طلبت الاذن منه. لك خلص بقى، لسه هلا عم يقول لي كنت طلبت الاذن. لك اجيت على بيتي بنص الليل مشان تضحك على بنتي. حاجة حكي فاضي، قال بده اذن، قال ممنوع تشوف داملة مرة تانية، فهمت؟ ليك سيد بارش، اسمعني منيح، أنت فهماني غلط، وأصلاً مستحيل أعمل أي شيء ممكن يأذي داملة أو يزعلها. ما بتقدر تعمل هيك أصلاً، داملة حتروح وما بعد ترجع. انساها، عم تفهم؟ لوين آخذني هلا؟ ما فينا نتأخر، لازم نساعدهم بالسكب والتوزيع. شو هالحكي؟ معقول ما فيني ضل مع مرتي لحالنا شوي يعني؟ غوركان عم يتصل. أكيد ما رح تروحي على الشغل هلا، ما؟ رح نشوف. أهلين غوركان. كيف يعني؟ فهمت. فهمت تمام، أنا وجينك رح نجي فوراً. خلاص جايين عم قول. شوفي جينك لازم نروح على الأوتيل فوراً. شو صار؟ أخوك أردا راح لعند بارش على الأوتيل. شو عم تحكي؟ طيب خليني أحكي مع أرسوي. سيد بارش، بعرف أنك عم تتعامل معي بهي الطريقة لأنك متخانق مع أخي، مزبوط؟ أنا مالي مضطر أشرح لك أي شيء، عم قل لك ما بدي أسمعك، ما عم تفهم؟ بس بديك بعد عن بنتي وخلصنا. تمام ماشي، إذا هيك بدك مو مشكلة، رح ضل بعيد عن داملة وما رح أقرب عليها، بس برأيك هيك رح تنحل المشكلة؟ فهمني، الموضوع مو متعلق فيني، داملة مشكلتها مع أمها. وطبعاً وعدتها تساعدها وتلاقي لها أمها. ولك أنت مين مفكر حالك وبأي حق عم تحكي عن عائلتي؟ جاوبني. تفضل، هاي نسخة جينك صغيرة، نفس الغرور، نفس الوقاحة، نفس الأنانية. فهمني أمتى بدي أخلص منكم بقى، خلص تركونا بحالنا. سيد بارش، ليك لساتني لهلأ عم أحكي معك باحترام، بس اسمعني، ما فيك تحكي معي بهي الطريقة عن أخي وعن عائلتي، نحن مو من هذا النوع. لك أنا عن شو عم بحكي وانت شو اللي فهمته؟ خلاص. لك أنا شو دخلني بعيلتك؟ روح طلع لبرا، طلع، قلع. يلا ابني، تعال بتحكي له بعدين، خلص، امشي. ما قدرت أقول الحقيقة قدامه، لهيك صرت أحكي شغلات بلا طعمة. هو مفكر أني رجعت لأني خططت مع أردا لكل شيء. أردا رفيقك، ما بتوقع عنده مشكلة إذا أبوك يفكر هيك. إيه بس شوفي كيف الكل عم ينأذوا ويتخانقوا بسببي، ما بدي أردا كمان ينزعج ويتضايق. معك حق، أردا ما بيستاهل. في طريقة واحدة لحل هالمشكلة، لازم روح وخبر الشرطة بكل شيء. شو عم تقولي؟ يا الله، يعني
شو الفائدة إذا عملتي هيك؟ عادي شوي لشوف، عادي دقيقة، عادي. اعترافك ما في فائدة لحدا وما رح يحل أي مشكلة. واضح إنه مخك عم يربط مواضيع ما لها علاقة ببعض. شوفي حبيبتي، بفهمك هلأ، أنت عم تعاني وضميرك عم يأنبك كتير وهذا ضغط عليكي، بس اعترافك ما في فائدة لحدا. بلا، رح يفيد كتير، على الأقل رح يساعد عزراء وجين. لا، مو صح هالحكي، أصلاً هن الاثنين مروقين وأمورهم مستقرة، رجعوا لبعض. ليكي، إذا عن جد حابة من قلبك تعملي معهم معروف، لا تذكريهم بهديك الأحداث البشعة. بالنسبة إلهم هاي الأيام راحت، خلاص صارت من الماضي، يعني أخيراً قدروا يتجاوزوا الماضي. وبرأيي إذا هلأ تركتيه مسكر بيكون أحسن للكل. حبيبتي ما ضل بيت بالحرم وزعنا له صحن خالتي والكل عم يدعي لك. كتير منيح بنتي، سلم إيديكن. وين أرسوي؟ أرسوي طلع عنده شغل ضروري وراح. ها شو هالشغل الضروري بهالوقت؟ والله ما عندي فكرة، بس وصلنا على بيت بيع السمك، حتى مرته سألت عنك. منيح ذكرتيني، ضروري نزور الست زهرة. تمام، قرب موعد عمليتها. محمد، بدي عزبك تروح وتجيب لي شوية فواكه وحلو لبين ما جهز حالي مشان روح واطمن عليها. حاضر ست فريدة، خدي هدول من إيدي. معلش روح معك؟ ايه طبعاً بنتي، تعالي. خالتي، حزيري شو صار بعد ما رحت؟ احكي. إجا جينك ومسك عزراء من إيده وراحوا مع بعض. معناها أكيد في عندهم شي بدهم يحكوا فيه. إيه لكان ما في. خالتي، خليني أقول لك شغلة، أكيد انحلت المشكلة. أنتي ما عملتي العاشوراء بس من شان أردا، ما هيك؟ ليكي، الظاهر مو بس مشانه. أخي، أهلا وسهلا. روح على السيارة أخي. شوف، قلت لك روح على السيارة. أرسوي، تعال معي. داملة، أردا، داملة وقفي. أردا أجا مشاني، أكيد بيكون انشغل باله علي. إيه حبيبتي أكيد، بس هلأ ما في داعي تشوفي عزراء وجينك، خلي الأمور تهدى شوي. تمام؟ يلا تعي، خلينا نقعد. امشي. ما بعرف شو بدي قلكن، بارش اتخانق مع داملة وبعدها اجا أردا وصار يلي صار. عصب كتير مهي؟ مثل ما بتعرفي. تمام، معناها رح روح هلأ وأحكي معه شوي. وأنا رايح أحكي مع أردا. معناها منلتقي فوق. حبيبي اهدى شوي، ماشي؟ كلامك مزبوط، مبين عليهم مبسوطين. ايه طبعاً يا روحي مبسوطين. شوفي، الكل عايش حياته عم يطلع لقدام، وهذا اللي لازم تعمليه كمان. لازم تنسي الحادث هالشي، مو بس مشان مصلحتك، مشان عزراء وجين كمان. عم تفهمي علي؟ بس السيارة. طيب رح حل موضوع السيارة، بس ما بتقولي لحدا، اتفقنا؟ بارش، اصحك تقولي اي شيء. ليك يكون بعلمك مالي بمزاج اسمع اي محاضره هلا. هلا مو كتير مهم اذا كان مزاجك منيح او لا، القصه اكبر من هيك بكتير بارش. يعني انت مضطر تسمعني هلا لحتى نقدر نحل المشكله. شو الشيء اللي ما بعرفه وبدك تقوليه؟ اكيد رح تقليلي انه أردا بريء، ومثل العاده رح تدافع عنه، وبدك تحكي لي قديش عائله تشيلان على مكابر ومزوقين، وأنا زلمة عصبي بيفهم كل شي غلط وبيضغط على بنته وبيخانقها، وإذا كان في حدا غلطان بكل اللي عم يصير فهو أنا.
بارش، شو هالحكي هاد؟ الظاهر نسيت إني عزراء يلي بتعتبرها أختك يلي عاشت معك ومع عائلتك سنة كاملة. صرت بعرفك أكتر من حالك. أنت عم تسيء كتير لحالك ولعائلتك باللي عم تساوي، عم تخليني حس بالخوف عليك. وكل اللي عم حاول أعمله أني أحميك من حالك، واللي عم حاول أعمله أنا أني أحمي بنتي. مالك ملاحظة أني عم بخسر داملة؟ لا طبعاً مو ملاحظة، لأنك ما كنتي معنا بهديك الفترة. كنتي مشغولة بمشاكل آلة شيلان، مشان هيك أصحك تجي وتنظري علي. اسمعني منيح، بهالطريقة ما رح نقدر نحل أي مشكلة. أنت ما عم تسمع حدا، أصلاً صاير عصبي زيادة عن اللزوم، ومتأكدة أنك ما سمعت لا لأردا ولا لداملة. عزراء معها حق، لو أعطيت فرصة لأردا كنت شفته عم يعتذر، وكنت عرفت أنه ما له خبر داملة ما سافرت. والله منيح هالحكي، اثنيناتكم وقفتوا ضدي، حلو كتير. ليك بارش، ما رح أطلع من هالغرفة أبداً، رح ضل قاعدة هون لحتى حضرتك تهدى وتسمعني. حتى عم فكر أطلب قهوة تشرب، ما هيك؟ فكرة حلوة، خليكي أنا رح وصي على قهوة. لو بس بتسمع كلمتي، لو بتعمل هيك ما كنا وصلنا لهون ابدا. بس لا، ما بترد على حدا وبتعمل اللي براسك. لازم تجرب كل شيء وبعدين بتجي لعندي وبتقلي اخي ما عم يمشي الحال وبتندم. يعني هيك بترتاح انت؟ شو قصدك بهذا الحكي؟ اردا اللي عملته غلط، مو مقبول ابدا. عم اقول لك تحمل المسؤوليه شوي، يعني ما عم اطلب منك معجزات. وبعد كل هذا بتجي لعند بارش كانه معك حق. اخي مو طلبت مني اتحمل المسؤوليه، وهذا اللي عملته. رحت لعند الزلمه مشان اعتذر منه وحاول صلح الامور بيناتنا، ما عم افهم وين الغلط. طيب شو اللي صار؟ ها؟ قدرت تصلحها؟ ما قدرت، بس على القليلة حاولت وجربت. أردا ليك أخي، بجوز تكون فكرت وتصرفت صح، بس التوقيت ما كان مناسب. لو إنك ساعتها أجيت وأخذت رأيي يمكن كنا عرفنا نحل الموضوع. خد قرار أخي، بدك تحمل المسؤولية ولا أجي لعندك وأسألك عن كل شيء بالأول؟ أي وحدة فيهم؟ أنا شو اللي عم أحكيه وإنت شو اللي عم تفهمه؟ مصر تعقد الموضوع أكتر من هيك؟ شبك أخي، معقول مو شايف حالك كيف عم تحكي معي كأني ولد صغير وما بفهم؟ عاجة جنان بقى، أنا أخوك شبك. ما بعرف، الظاهر لازم أرجع عيد النظر بهذا الشيء. شو قصدك؟ إيه صح أنت أخي، بس ماني متأكد إذا كنت لساتني أخوك. بلا جنان. أردا لوين رايح؟ عم بحكي معك، عم أحكي معك، تعال. بابا معند كتير، بده يبعتني على لندن. بيعرف إني بدي ضل مشان دور على أمي، ومشان هيك انفعل زيادة. وليش بقى؟ يعني أكيد في عنده سبب منطقي، بس ما بعرف شو هو. إذا في سبب بيمنعني شوف أمي لازم يحكي لي إياه. والله حاسة حالي تعبانة ورح جن، يمكن لازم أسمع كلمته وروح، ويمكن لا، ما بعرف، عقلي مشوش. القصة واضحة كتير، انتي مو حابة تسافري من هون، ما هي؟ اكيد مو حابة روح مشان اردا، صح؟ لا تطلعي هيك، الموضوع مكشوف، واضح من عيونك انك عشقتي للشب. خلص قطعت علاقتي معه، ما في امل نكون مع بعض ابدا. ليش بقى؟ لانه اردا وجينك اخوه. ايه وشو فيها هي؟ شي منيح والله، اذا بدك تفكري هيك عزراء مرته لجينك كمان. بس انتي اخدتيها ورحتوا على موغلا، ما هي؟ من وين عرفتي اني اخدت عزراء ورحنا على موغلا؟ من وين بدي اعرف حبيبتي؟ من فترة شفت عزراء وحكينا، وهي اللي خبرتني هالشي. طيب هلأ اسمعيني شوي، اكيد ما رح ينتهي الموضوع اذا بعدتي عن اردا. واضح من جيته إنه بيحبك وبيخاف عليك. إيه صح، أصلاً هو قال لي رح كون جنبك شو ما صار يصير، وقال لي رح ضل ساعدك. طبعاً. دقيقة، أنت خبرتي أردا بأي شيء؟ لا طبعاً ما قلت له، أصلاً مشان هيك عم حاول ضل بعيدة عنه قد ما بقدر. ليكي حبيبتي، مشكلتك مانا مع عزراء ولا مع أردا ولا مع جينك، أنت مشكلتك مع حالك. مفكرة إنك رح ترتاحي لما رح تعترفي، بس صدقيني مو هذا اللي رح يصير.
أصلاً ما عاد في داعي أفكر بهذا الموضوع لأنه بابا رح يسفرني بالقوة، يعني ما ضل في فرصة، وقال رح يجي معي كمان. تمام، لقيت الحل. رح أطلع هلأ لفوق ورح أحاول أقنع أبوك، ماشي؟ أنتي لا تاكلي هم. معقول يقتنع؟ على الأقل منكون حاولنا، ما هي؟ ها؟ رح حل الموضوع. يلا. هي أول مرة بعلي صوتي لهي الدرجة، يعني ما قدرت أضبط أعصابي، ما بعرف شو اللي صار لي. فهماني عليك، أصلاً كان معك حق تعصب وتعيط وتخانق كمان. بالنهاية الموضوع اللي عم نحكي عنه هو عيلتك، بس واضح ما رح تقدر تحل هذا الموضوع بالحكي مع داملة. ليك أنتوا إلكن فترة عم تحاولوا بس ما عم يمشي الحال. ما عم يمشي الحال، بس شو بدنا نعمل؟ واضح إنه عنده مشكلة. ترك هذا الموضوع علي. ليك أنا قريبة من أردا وداملة وهن كمان بيحبوني، يعني هن الاثنين بيسمعوا مني. بس طبعاً أول شي لازم نعطيهم وقت ونستناهم لحتى يهدوا شوي. خلي الكل يروق ويفكر بالموضوع بهدوء، وأنت كمان بارش لو سمحت ممكن توثق فيه. أصلاً ما عندي حدا تاني غيرك توثق فيه، يعني ما في حدا بيفهمني قدك. خلينا نشوف عذراء اللي بتوثق فيها كتير كيف رح تقدر تحلها لهالمشكلة. خالة سمرة، خبريني شو قال بابا؟ ما بعرف شو بدي قلك حبيبتي، الموضوع مو سهل. أبوكي معصب منك كتير، إقناعه مستحيل ولا بأي شكل من الأشكال. مو بس ما عم يقبل النصيحة، لك حتى ما عم يسمع، مسكر راسه ومصر يبعتك على لندن. يعني بيّن إنه هاي المرة ما رح تقدري تهربي. معك حق، الوضع سيء كتير. والله كنت عرفانة من الأول إنه هذا اللي رح يصير. طيب شو بدي أعمل؟ شو بدي أعمل؟ والله ما فيكي تعملي شي هلأ حبيبتي، يعني الوضع واضح، أبوكي مسؤول عنك. وشو بيقول رح تعملي؟ إذا قالك روحي بدك تروحي. هلأ أنت مضطرة تنفصلي عن أردا، لأن بعد كل شي صار بحياته ما بقى يخليكم تشوفوا بعض، لأنه لسه معتبره شاب سيء كتير. فهمت عليكي، بس والله ما قاله أي زن، يعني ما عمل شي بنية سيئة، بس كان عم يحاول يساعدني وأنت بتعرفي. بعرف حبيبتي وفهماني عليكي منيح ومقتنعة بكلامك، بس روحي حاولي تقنعي أبوكي. ما شفتي شو عملوا فيه وكيف شحطوه من هون؟ الحق علي خالة سمرة، كل شي صار بسببي. لا لا، مو لهي الدرجة، مو كله بسببك. يعني هنن كمان عم يظلموكن كتير، عن جد؟ انتي مضطرة تعملي اللي بيقوله أبوكي. مثل ما قلتلك لساتك تحت وصايته، هو مسؤول عنك وما حدا بيقدر يتدخل بيناتكن. شوفي مثلاً جينك عم يعمل كل شي بيقدر عليه مشان عذراء، وليش؟ لأنه بيكون زوجها طبعاً وبيحق له يهتم فيها، بس أنت وضعك مو نفس الشي، بدك تعملي اللي بيقلك عليه أبوك. يعني بصراحة بدك تتحملي تعيشي كأنك بسجن بهالفترة. يا ربي ليش هيك عم يصير معي؟ ما فيني عيش بهالطريقة، عن جد ما بقدر أتحمل. معك حق حبيبتي، وأنا كتير متضايقة مشاني، ما بسخى فيكي، بس شو منقدر نساوي؟ هلأ بالحقيقة في حل واحد، بس ما بعرف إذا بيزبط. يعني طالما أنتوا الاثنين بتحبوا بعض لهالدرجة، وطالما الكل عم يعاملوكن بهالطريقة، ليش لا؟ فكرة حلوة. شو؟ لا لا، غيرت رأيي، ما بيمشي الحال، شغلة سخيفة. خالة سمرة احكي. لا حبيبتي، شغلة سخيفة ما في داعي، خلص انسي الموضوع. الله يخليكي احكي، يلا بترجاكي. طيب ماشي رح احكي، بشرط بتعملي مثل ما بقلك. بس بالأول لازم تقنعي أردا، تقدري تعملي هالشي؟ شو علاقة أردا بالموضوع؟ ما فهمت عليكي. إله علاقة. كيفه أردا؟ ما عم يستوعب الموقف. أنا حكيت معه، إن شاء الله يكون في نتيجة. كيفه بارش؟ منيح، ماشي حاله، يعني هدي شوي.
بس طبعاً ما فيك تقول إنه رجع لحالته الطبيعية. قلت له ترك لي الموضوع، رح أحكي مع داملة ومع أردا. الموضوع صعب وما حدا منا رح يقدر يحله لحاله، لأنه كل واحد عم يشوف القصة من ناحيته مقتنع إنه معه حق. لازم نلاقي حل نهائي للموضوع ويرضي الكل. إيه معك حق. عزراء. نعم، عفواً، كنت عم فكر بشغلة. تعرف عطيتني فكرة منيحة. والله؟ شو هي؟ بحكي لك بعدين. تمام، معناها بس شوفك منحكي. ليكي حبيبتي، أصلاً نحن تأخرنا كتير، إذا بدك تعملي هالشي لازم تعمليه هلأ. داملة، صدقيني ما عندك حل تاني. يلا حبيبتي. تمام، رح أتصل. إيه، برافو عليك. ألو أردا، لا مشغول. اروقي شوي، على الأغلب أردا كان بيعرف إنه داملة رح تسافر على لندن. مزبوط، أكيد كانوا عم يلتقوا مع بعضهم. بصراحة أنا مالي عرفانة إذا ممكن لسه يشوفوا بعض بعد كل اللي صار بيناتهم. آه، وليش عم تقولي هالحكي هلأ؟ حبيبتي أنتي ما شفتي شكله للسيد غوركان؟ لو شفتيه أكيد كنتي فكرتي مثلي. ما قدرت تصدق، يعني ابنك ضرب الزلمة على أنفه وكسر له إياه. مزبوط، بس ما كان قصده وصار سوء تفاهم. برأيي بالغوا كتير، بالآخر هدول شباب. ايه بس كمان هي منا حيلا صبية، هي بنته لبارش يمان. بتعرفي الزلمة متعلق كتير ببنته، وإذا بيصير لأي شي صغير مستعد يقوم لقيامة. والله بدك ما تواخذيني، بس كمان أردا غالي كتير علينا، يعني إذا هنن عيلة يمان نحن كمان عيلة تشيلان هوليا. حبيبتي أنا آسفة، يمكن فهمتيني غلط، أنا مو هيك كان قصدي. تعرفي منيح إني كتير بحبه لأردا من كل قلبي، وعلاقته مع داملة ظريفة وحلوة كتير، يعني برأيي هنن لابقين لبعض. على كل حال، ما قلتي لي شو رأيهم الست فريدة وجينك؟ يا ترى موافقين على هالعلاقة؟ أنو علاقة هاي؟ هدول مجرد رفقات مو أكتر من هيك. والله ما عم بفهم شو المشكلة إذا شافوا بعض. بعدين بتعرفي لما منضغط عليهم يمكن يعملوا ردة فعل قوية. مزبوط، شباب هالأيام متمردين. بعدين ليكي عزراء وجين كاملوا يلي بدهم اياه وورطونا بالمشاكل وما حدا فتح تمه بكلمة، يعني من حق أردا كمان يتصرف براحته. أنا أمه ورح وقف معه، بس لوين ممكن توصل معهم علاقة الصداقة هاي ما بعرف، بس بدعم ابني للآخر. سراب، بتعرفي وضع عزراء وجينك مختلف تماما، يعني ما فيك تقارنيهم بغيرهم، هالشي مو صح. بعدين داملة ما بتشبه عزراء نهائيا. برأيي أنت خليكي منتبهة ولا تورطي حالك بأي شيء. داملة، بعتذر منك، والله ما كنت متوقع أبوكي رح يعصب. لا تزعل، أصلاً ما أنه معصب منك، معصب مني. بيعرف إنه بدي دور على أمي مشان هيك انزعج. ماشي، بس معقولة يعمل هيك؟ بالآخر هي أمك، طبعاً بدك تدوري عليها. ما بده يعني دور عليها، وتضايق منك لأنك عم تساعدني. وأنا عم عزبك معي وركدك وراي من مكان للتاني. لا، اجيت لهون لأنه بدي ضلني معك ووقف جنبك. بس شوف أردا، أنت عم تتورط بالمشاكل عطول بسببي، خربت علاقتك مع الكل. ليكي رح ضلني عم ساعدك، لأني بعرف أنه ما بدك تسافري. ما بدي. وأنا كمان ما بدي. داملة، حابب نكمل حكايتنا مع بعض. أكيد في حل، يعني مستحيل تكون النهاية هيك إلا ما نقدر نلاقي حل لهي المشكلة يلي حطونا فيها. أنا مستعد أعمل أي شيء لحتى أكون جنبك وساعدك، بس قولي لي شو أعمل. متأكد؟ إيه متأكد. بالحقيقة في عندي حل. إيه تمام، قولي شو هو.
بس هو مانو شي سهل ومحرج، يعني ما بعرف إذا ممكن تعمله مشاني. بعمله يعني قديش بده يكون صعب؟ احكي.